كنت ماشي في طريقي، همي كان دايما رفيقي، بجري في الدنيا وبحارب كل أوجاعي وضيقي. وضعي ايه اوعى تسأل، عن زهور اللي بتتبل، عن حياتي وعن شبابي وعن فراغي اللي بيقتل. حتى أصحابي باعوني واشتروا الدنيا وسابوني، هي دي قصة حطامي، أنا هشكي واسمعوني. على صباح الخير، مساء الخير، مساء النور. النهارده يا جماعه يوم غير اي يوم اساسا، يعني ليه؟ عملت حاجه فظيعه. ايه؟ اكلت باميه النهارده. باميه؟ باميه ولحمه ضاني. لا بتلو احلى. لا 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 لا، اكلت لحمه ضاني النهارده. تسمع مني البتل؟ بقول لك ايه يا شيخ، النهارده كان يوم فظيع. انت قلت بس السلام عليكم يا عم. السلام عليكم يا جماعه، بس الاكله معلش واخده عقلي شويه. واخده عقلي شويه، فانا كنت لازم اقول الاكله دي اول حاجه. يا شيخ كل واحد بيفكر في اهتماماته، ده اهتمامه ببطنه مخلوق عشان ياكل. لا ان شاء الله ايمن اتغير، خلي بالك. ما انا جاي بقى شيخ على وضعك، البرنامج ده اتغيره خالص بجد يا شيخ. احنا على وضعنا واكلين، بص انا مش قادر اقوم على وضعنا لحد من قبل ربنا. وانا جاي بقى شيخ من على المحور كده، تمام، عند دخلة الملك الصالح، تمام تمام. لقيت عيال دخلة الملك الصالح. ما علينا يا شيخ، برضه عندها لنا سواكي فضل وكبس عليه. شفت كده يا شيخ وانا جاي، شباب فاهم انت واقفين ومناظر، بص اعوذ بالله بقى. مخدرات يعني؟ مخدرات يا شيخ، مخدرات دي بص يعني مشكلة كبيرة يا شيخ في المجتمع ده. بقيت يمكن الشباب مهووسة بالمشكلة دي، بالحوار ده كله، فاحنا يعني عايزين نشوف ايه السلبيات الحاجات دي. ايجابي طبعا، ما فيهاش ايجابية فاهم. فعايزين نشوف مثلا ايه الحل، مثلا ان احنا نقدر ننصحهم نخليهم مثلا. عقلهم يا شيخ بيروح بسبب الحاجات دي، ان انت جرائم القتل والسرقة وكل ده بسبب المخدرات، ان بيدوروا ازاي يجيبوا فلوس عشان يصرفوها على المخدرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم، وربنا يعيد رمضان علينا وعلى الأمة الإسلامية في خير حال إن شاء الله. طبعا دي مشكلة كبيرة، يعني صعب إن إحنا أصلا نوفيها حقها في حلقة أو حلقتين أو ثلاثة أو أربعة. مشكلة المخدرات هو أعظم بلاء ابتلت به أمة الإسلام وابتلي به شباب الإسلام. القصد طبعا تدمير الشباب وتدمير البنية التحتية للمسلمين وتدمير البنية التحتية للمجتمعات. ده بزنس كبير للناس كبيرة، وأعداء الإسلام يعني ابتدعوا البدعة دي واخترعوا الفساد دوت، وقننوا أوضاعه وعملوا له طرق وعملوا له أدواته علشان يقدر يغري الشباب. لكن خلينا نلمس إيه الأسباب، يعني إيه الأسباب اللي تخلي الشباب تقع في المخدرات. رقم واحد من خلال إحصائيات كبيرة، صحبة سيئة. جرب جرب دي يعني جرب تموت. طب جرب السيجارة، طب جرب الحباية، طب جرب كذا. جرب دي الصحبة الفاسدة هي اللي بتجرب. ده رقم واحد، يعني ما فيش حد كده يبقى قاعد في بيته وزعلان وبعدين قال طب ما تيجي اشرب مخدرات. دي ما بتحصلش، يعني ما بتحصلش. لكن هو اول خطوه دائما في الاحصائيات ان الصحبه الفاسده هي التي اجبرت الشباب ان هو يشرب مخدرات، هي اللي خلته يفكر، او على الاقل جملت له الصوره. يعني بتجمل له الصوره، طب ما ممكن يا عم هتنسى. يقول لك يا شيخ اصل انا عامل دماغ فظيعه وامي بايظ، ويتلوم ماشيين متطوحين كده فاهم، مناظر. هو الواحد بيضحك لما بيشوفهم، لكن بيصعبوا عليه برضه. الله 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 يحمد على الكلمه دي. الشافعي رحمه الله تعالى عليه كان يقول ان المسلم اذا راى اهل المعصيه اشفق عليهم. هو ده الشعور اللي المفروض احنا دلوقتي يعني يكون جوانا للناس اللي بتعصي ربنا سبحانه وتعالى، نشفق عليهم، نحزن عليهم. احنا غضبانين ان هم تسببوا في مشكله، غضبانين ان هم نشروا مخدرات، غضبانين ان هم ساهموا في افساد الاف الشباب، لكن انا برضو بشفق عليهم. الصحبه الفاسده اول اسباب الوقوع في المخدرات. رقم اثنين الفضول، ويبقى عنده فضول يجرب، عنده فضول يشوف هو ده بيعمل ايه. تبتدي بسجاره الاول برضو، سجاره احيانا بيبقى الموضوع يعني الشعور اللي بينقله المدمن لغير المدمن.
انا بحس ان انا ناسي الدنيا خالص، بحس ان انا فرحان مبسوط يا اخي، مفيش حاجه مضايقاني. ده بينسيني الهم. ده الكلام طبعا، ده طبعا بيأثر على دماغه وبيخليه يفكر برضو ان هو يجرب الحاجه دي. دي هتطلعني بره المود الكئيب اللي انا عايشه، هتخليني مبسوط. لا طبعا، يجي الواحد يقول طبعًا لصاحبه انت مخنوق وزعلان، انت خد جرب دي هتنقلك في دنيا تانية. انا احمد دايما بقول للشباب، انت بتسمع كلام الشاب اللي بيشرب وبيقول لك جرب، طب اسمع كلام اللي كان بيشرب وتاب، شوف لك ايه. فهمت؟ يعني على طول اسمع كلام اللي كان قاعد سنوات طويلة واتدمرت حياته بسبب المخدرات وتاب، شوف هيقول لك ايه. يبقى احنا عندنا من الاسباب الصحبة الفاسدة، من الاسباب الفضول، من الاسباب الاعلام. الاعلام اللي بيطلع لك صورة الولد الفردة اللي بيشرب وبيضرب وبيعمل، ده هو البطل وهو اللي مسيطر وهو اللي له الكلمة، وان ده عادي وان الكيف ده عادي وان دي رجولة، ده اعلام. هو ممكن يكون الاعلام ده عند الشاب الثلاثيني والاواخر العشرينات، هو فاهم ان ده مش صح، بس عند ال 16 وال 18 طبعا انت كده بتعوده، انت كده بتقول له جرب، انت كده بتقول له هي دي الرجوله، وده خلل كبير. رابعا الغزو الفكري، الغزو الفكري في الاعلام الخارجي اللي جايبها من بره اصلا، والغزو الفكري اللي بيصور للناس ان الكاس والخمره والويسكي ده شيء طبيعي جدا وحاجة عادية جدا وحاجة فري، والمفروض ان انت تبقى انسان مش متزمت ولا منغلق. لا، ما تجرب، الناس بتشرب كلها. كل الموفيز الامريكي والاكشن وكل الميديا وكل الصور التي ينتشر فيها شكل البطل في اي مسلسل او اي فيلم لازم يكون بيشرب ولازم يكون عنده مزاج ولازم يكون بيعمل كذا وكذا، وده غزو فكري في الواقع، لان الصورة دي بتنطبع في الاذهان عند الشباب ان ده شيء مألوف وممكن يعمله. لو جيت في نقطة تانية يا واد شاكر، ان هو برضه بعيد عن دينه، هو عارف برضه ان الحاجة دي حرام برضه بيعملها. انت فاهمني بتكلم في ايه؟ ان هو برضه حتى ضعف الوازع الديني. بالظبط، ما هو ضعف الوازع الديني ده، يعني احنا هنخصصه ان شاء الله حلقة، بس ضعف الوازع الديني ده جزء منه كبير جدا اعلامي وجزء كبير منه اسري. الاسرة لم تهتم بموضوع التربية، لم تهتم بموضوع انها تنبه الاسرة وتنبه الاولاد والاطفال والابناء ان خلي بالك صاحبك اللي يعزم عليك بسجاره، صاحبك اللي ده مش راجل، دي مش رجوله، دي مش شجاعه، دي مش فشخره، دي مش حاجه حلوه. لا، ده المفروض الرساله اللي تكون من الاباء والامهات للابناء. تعالوا يا جماعه نشوف الاثار المترتبه على المخدرات. احنا دلوقتي عرفنا اسبابها. الاثار المترتبه الطلاق، تفكك الاسره، السجن، قتل. انا قعدت وانا بفكر في الحلقه دي، يعني هنجيب ايه ولا ايه؟ هي يعني هي ام الخبائث وام الكبائر كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ازاي يا جماعه احنا يعني ازاي متخيلين ان شيء الله جل وعلا نهى عنه واحنا متصورين انه ممكن يكون فيه نفع؟ يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. احنا مأمورين بالاجتناب. طيب الشاب اللي بيجرب واللي بيفكر انه يجرب واللي شايف ان دي رجوله وانه هيحاول ان هو، لا، انت في الواقع ستتدمر تماما وحياتك تنتهي تماما. اذهب الى المستشفيات، اسال الذين مارسوا المخدرات، اللي شربوا، اللي عاشوا، ايه النهايه بتاعتهم كانت ايه؟ طلاق، تشتت، تفكك اسري، سجون، قتل، ايذاء. يعني صعب جدا تلاقي حد كويس ومحترم وجسمه متقطع بسكاكين ومطاوي وتقول له اخي ايه الضربه دي؟ يقول لك والله اخي دي كانت في معركه القادسيه. ولا وشه مضروب كده بسيف، يقول لك والله الضربه دي لما كنا في غزوه احد. هو الضربه دي والخبطه دي كنتوا بتتخانقوا علشان بتقطعوا حشيش، وهناك كنتوا بتتخانقوا عشان كنتوا بتبيعوا مخدرات، وهناك كنتوا بتعملوا. هو ده اللي هي دي حاجه بكلمك اساسا هو شارب طبعا طبعا طبعا، بس هو في النهايه ايمن، انت في النهايه بتتكلم على شريحه من الشباب، يعني هو هي شايفه ان ده الطبيعي وان دي الحياه بتاعتهم. انت لازم تصور له وتبين له ان ده مش الطبيعي وان دي حياه مدمره، ومش ده الشيء اللي يشرف اهلك ولا اسرتك ولا الشيء اللي يشرف مجتمعك. يعني احنا مش هنطلع كده بعد ان شاء الله 30 40 سنه جماعه احنا عندنا يعني في التلفزيون بنقدم تاجر المخدرات المحترم
اللي فاد البلد دخل لنا مليارات. ايوه ولا نقدم شاب. الشاب ده يا جماعه مسطول بفضل الله له 13 سنه مش في الوعي خالص مش موجود بقى. لا ده مش موجود يعني ده لن يتم اصلا. يعني انت حدودك هو الكيف والمزاج اللي انت بتعمله. بس بعد كده لن تقدم لدينك ولا لوطنك ولا لمجتمعك ولا لاولادك ولا لاسرتك ولا امك وابوك اي نفع اي فائده. لن تقدم اي شيء وستكون مدمر النفسيه ممزق مهلهل. طيب يا شيخ بعد الكلام ده كله العلاج. العلاج رقم واحد الاقبال على الطاعه. رقم واحد انك تطيع ربنا سبحانه وتعالى. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ابدا واضرب على الصلاه جماعه. اسمع الله اكبر اجري سيب كل بايدك ارمي موبايلك اقفل الانترنت سيب الشات اتوضى واجري على الجامع. بادر الى تكبيره الاحرام اسرع الى الصف الاول. لو يعلم الناس النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كده يا شباب لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه يعني يعملوا قرعه لاستهموا عليه عشان بس يلحقوا الصف الاول. تامل كل المعاني دي وحطها امامك. رقم اثنين القران. القران يا اخواني ده انا بعتبره المضاد الحيوي اللي الشباب النهارده لازم يكون موجود في جيبك. لازم طبعا كلام ربنا سبحانه وتعالى هدايه ونور وسعاده وتوفيق وراحه. وننزل من القران ما هو شفاء شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. القران شفاء. جرب انك تمارس هذا الشفاء يوميا يكون لك ورد يومي فيه وتستطيع انك تعيش اسعد الناس حتى لو مش هتطول بس مع الفتره واحده واحده طبعا كله. لو بدات بصوره بعد كده الصوره بصوره الله طبعا مش لازم طبعا برضو فاهم الناس ان هي تعمل كل ده مره واحده لان ممكن الناس تزهق. في برضو تدريج في برضو شباب بيكونوا عاوزين ان هو ابتدي بفرض بعد كده فرضين ابتدي وشوف صلي. لا هو موضوع الفرائض دي ايمن ما فيهاش كلام لكن ممكن القران ما اقولهوش يقرا كل يوم جزء او كل يوم سوره طويله. لا ممكن يقرا صفحه يقرا وجه يقرا صفحتين لكن الفرائض دي ما فيهاش كلام. اصل انت قلت احسن الناس تقول لك فرض يعني النهارده يصلي الفجر بس وبكره يصلي الفجر والظهر. بتكلم كده بتكلم على اللي هم ما بيصلوش اساسا. في شباب كتير جدا ما بيصلوش. انا بتكلم على فكره كان اسامه قال ان هو هيعمل لنا حلقه عن الصلاه برضه فكرنا احنا نتكلم طبعا نتكلم عن الصلاه طبعا في الحلقه اللي جايه طبعا عن موضوع الصلاه نقول طبعا حلقه كامله ان شاء الله. لكن من ضمن العلاج المهم جدا بعد القران الصحبة الصالحة. وخلي بالك في أي مشكلة هتقابلنا في البرنامج هتلاقي الصحبة الصالحة دي زي عمود أو ركن موجود في كل الحلول. الصحبة الصالحة من غيرها الإنسان ما يقدرش يعيش. لازم هتجد نفسك بتضعف وتفتن وبتقع لكن لما معاك أخوك يلا نصلي. طب خلي بالك يا عم بطل بقى سجاير بطل بقى قاعد على القهوة بطل بقى إن أنت تنظر وتطلق بصرك. طول ما في صحبة صالحة طول ما ده صمام امام موجود بيكلبشك وبيمنعك ان انت تعصي ربنا سبحانه وتعالى وعلى الاقل بيوجهك ان انت تقرب خطوه لربنا سبحانه وتعالى. وعشان كده تجد انه من اعجب النصوص النبي عليه الصلاه والسلام كان يذكر ان اهل الجنه امسك ايد كده امسك ايد احمد امسك ايد رقابه على وضع لا مش امسك كده بس ايوه كده تخيل الصوره دي دي صورة يا أيمن أهل الجنة هم داخلين الجنة. أهل الجنة بيدخلوا متشابكي الأيدي ماسكين إيد بعض. الصورة ديت يا جماعة يعني أكبر دليل على إن أنت ما ينفعش تمشي لوحدك في الطريق لربنا. لازم معاك حد لازم معاك سند لازم معاك حد يشد من أزرك ويوجهك ويقول لك يلا ازداد أمام تقدم للأمام. كل ما يكون الحد دوت اكثر قربا من الله سبحانه وتعالى كل ما هيكون اكثر ابداع وهيكون عندك اكثر امتاع. انت بتستمتع ان لك صاحب صالح ان الفتاه بتستمتع ان لها صديقه صالحه تذكرها بحجابها تذكرها بصلاتها تذكرها بقرانها تذكرها ببرها بابوها وامها. كل المعاني دي لو موجوده الانسان يشعر بمتعه في حياته الحقيقيه. رقم اربعه بعد الصحبه الصالحه يجب ان يكون عند الانسان عزيمة وهمة للانتصار على المخدرات. لأن الكلام اللي احنا بنقوله ده حتى بعد الصحبة الصالحة في ناس برضه بتشرب. ما ينفعش أفضل طول عمري ضعيف.
ينفعش افضل طول عمري جبان مش قادر اتغلب، ينفعش افضل طول عمري ان انا قاعد بفكر ازاي اشتري وازاي ابيع وازاي اشرب وازاي استمتع. يا اخي حياتك ليست مجرد لهو وعبث، حياتك تسأل عنها وتحاسب عليها، وكل مال تنفقه وتصرفه في مخدرات او في غيره تحاسب عليه. طب عاوز ابطل بجد، همه وعزيمه. طيب همه وعزيمتي، قال عنها ابن القيم رحمه الله تعالى عليه، قال: وان المسلم يسأل الله في صلاته اياك نعبد واياك نستعين كل يوم 17 مره. 17 مره تقول: يا رب اعني، انا خلاص تعبت، انا جبت اخري خلاص، يا رب اعني ان انا اتوب واقبل عليك وبطل مخدرات. ومع الصدق ومع الاخلاص يوفق الله سبحانه وتعالى العبد. دي اربع اسباب اساسيه. ايوه ان شاء الله باذن الله لو استعلم ربنا نبطل. بطل بقى يا عيني. شايف عيني بقت عامله ازاي؟ لا انا بجد انا عايز ابطله ان انا حد من الاكل. افضل اتخن كده لحد حلقه جايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا شيخ كده في قطايف وكده. نورتنا. وانا برضو نسيت الكنافه والقطايف بس الحلقه الجايه ان شاء الله اجيبهم لك ان شاء الله باذن الله. الحلقه الجايه مع برنامج على وضعك. على وضعك. على وضعك. جزاك الله خير. سداكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت ماشي في طريقي، همي كان دايما رفيقي، بجري في الدنيا وبحارب كل أوجاعي وضيقي. وضعي ايه؟ اوعى تسأل عن زهور اللي بتدبل، عن حياتي وعن شبابي وعن فراغي اللي بيقتل. حتى أصحابي باعوني واشتروا في صار.